رب العالمين، يا رب Let's go.
إلى روح مرحوم المغفور حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد علي نحني ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الصلاة الصلاة الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدًا وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلى روح المرحوم المغفور
حجة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمد علي نحدي ثواب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرأناه ونور واجر ما طلبناه من كتابك الكريم وقرآنك العظيم هدية منا إلى روح مرحوم المغفور الحاج الشيخ محمد علي. اللهم اغفر ذنوبه واستر عيوبه واحشره مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارفع درجاته عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.